أصبت بعين وأنا أعرف الشخص الذي أصابني بهذا العين، فذهبت إليه ولكنه رفض مساعدتي، فماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟ ما هو بكل شيء عين، ربما أنك متوهم، ربما أنك توهمت أن هذا المرض أنه إصابه بعين، وقد لا يكون كذلك. فاذهب إلى الأطباء، اذهب إلى الأطباء واعرض نفسك عليهم لعلهم يجدون لك علاجا، فإن الله سبحانه ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فلا تركز على العين فقط، الأمراض كثيرة والأدوية ولله الحمد كثيرة، فاذهب إلى الأطباء وعالج نفسك أيضا بالرقية الشرعية والأدعية، والله سبحانه وتعالى قريب مجيب، ولا تيأس ولا تقنط. نعم.